الناس. شكون؟ الضاوية وسماعيل باش ينسنسهم كاع. أسحر شو تقولي ما سدرش مع التاكوزي؟ واش هي شافت وحدة بحالك وغزالة وزوينة وقارية وفي المستوى ديال الأنيس وما تحرشوش؟ كلشي ما نقضيوها وليدي. راكم معروضين. عند من؟ عند الوالد وخالتي مينا أمينة. هاول الساخي بغينا دكدك ومزيان كيف ما با دكدكني نجي غادا خدوش خذي لا شويه الحلوه والدجاج والبسطيله الخير موجود وغير شايط وغيتلاح اللهم يتلاح في الضاوي مرحبا بك ولكن ناقصك شي بنت الناس كل مؤدبه تا هي ومهدبه راه ناقصاني شي بنت الناس تهلا فيا صباح عرفناش ما نوقينا بحالكم شكون دير لك ولدي هاد الحاله شكون طعتي عاوتاني ولا شنو الكبير شوف زين فينا هي قولها تجي عندي زينب الفرم ليا شكون زينب جيني نيشان قول لي واش كتبغيني طبيب حيران محتاج ليك تواسيني سهران الليل هو الليل طويل نبرا نرتاح لو كان غير تفهميني جيني نشان قول لي واش كتبغيني طبيب حيران محتاج ليك تواسيني سهران الليل هو الليل طويل نبرا نرتاح لو كان غير تفهميني انا راضي بقدري وحالي حال حبك مجنون ما يشري همال عيني عليك من بكري بتدور ما هموني ناس والهضره من دار ودار كل شي خليت وبظهري رضيت لله عليك قول لي واش كتبغيني جيني نشان قول لي واش كتبغيني طبيب حيران محتاج ليك تواسيني سهران الليل قول لي لا طويل نبرا نرتاح لو كان غير تفهميني قلبك تساح ما بغى يحن مرة مرة تمنى يحن عليا خطرة خطرة سهران الليل قول لي لا طويل نبرا نرتاح لو كان غير تفهميني سيدي جيب المطاطيل ديالك يلا راه ساعد تقفصوا على شي وحدين ضربوه ما عرفتش راه سي صاحي عيط ليا وقال لي ندوز موراك بالسكبه انا نمشي نجيب المطاطيل بلاتي سيري سيري بنيتي طري سيري صافي الحمد لله خرجت طري زيد زيد اختي زيد 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 شكون قال لك هذا الشيء كنضرك ما عندك والو هادشي دغيا يبر يدم غير شويه ماشي بزاف دابا كنحس بالراحه راسك الله يرحمه
عايشة فيك. سمحي لنا بنتي عدبناك في هذا الليل. بسم الله كان شهد هذه البركة. هاكي بسم الله. لا والله ما نشد شي حاجة. لا والله تشدي بنتي شدي الله يرضي عليك. زينب هذا رزقك. أنت هي خدامة في السبيطار ماشي في الديور وبالنهار ماشي في الليل. خدي عافاك. لالا أمينة عندي خدمتي في السبيطار كيخلصوني كل شهر. بارك الله فيك. السلام عليكم. الكبير وصلها حتى للدار وصلناها حتى الدخل. دار الغزلان ولات كتخلع. سلمي على ماماك. السلام عليكم. ماشي. بارك الله فيك أنت بسلامة. بقى دارك شي حاجة؟ لا دابا ارتاحيت خصك تنعس. سيدي اسماعيل. سيدي اسماعيل. انا جاي. اجي سيدي هما اجي اجي يلا بسم الله. سيدي اسماعيل خد فطر. لا اليوم راه جسان الله يقبل. كتوي من نيتك وراه كتعرفيني كتصوم الاثنين والخميس. محمد شاورتي اسماعيل تصوم. تعرف الطبيب قال لك ما خاصكش تصوم خاصك تاكل مزيان باش يقرفك الدم وتقوى. وراني صمت اليوم راه ما يمكنش. الا كان عليك تقولها لي ما خاصكش تصوم. الطبيب قال لك ما تصومش هي ما تصومش. شنو الهضره اللي وليت كنقول لك انا وليت كدوزها على ودنك. ما نكذبش عليك تبدلتي عليا وليتي اسماعيل واحد اخر من نهار تزوج هذيك مينا. الله يهديك اش هاد الهضره كتقولي عاوتاني. ونقول لك كلام الحق اللي ولا يضرك. ايه حيت انت كنتي ناوي هي خايبه في بالك كنتي ناوي ترجعها بلا خباري انا. ساعه سيدي ربي حنتك وجا داك الساخي داها لك وبقات كتحرق فيك ضرك قلبك بين لك بالفن بلي راك انت ماشي راجل. واش كنتي دابا الواحد هي اللي بقات لي اسماعيل تصوت لك انا بالله مشتاق ترانكيل ما كيخبش ما كينبش. سعيد والصاخي قليزه والشفاره. لا 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 هذا ماشي شفاره حيت ما داو ليه والو. هذه شي حاجه اخرى. مسكين مسكين وما حنايا لا لا عندنا نخواي مع راساتك تنخواي. يا قلتي غتجي عندي للدار شتا كاع ما جيتي. ما قديتش نجي عندك للدار نبدا نعاود لك قدام اسماعيل. قلت زعما تجي نلقاه ونعاود ليك مالاش فيها. يلا قولي لي كي طاز داك الشيء شنو طرا فيه؟ على مزيناته وين الدجاج وين الحم شوي وين بصاطل وين غريبه بهله وين غريبه الكوك وين كبغي مباركه. نقزي الماكله تتفكري على فكرشك دوزي لي المفيد. هي شلبس طاح على شي سر ما طاحش عليها كي بانت. ويلي طاح للزينات قال ما طاحش على السر. لا لا طايح على السر. خدود مزنقين ولبس لك واحد العزيز من قفطان يا مطروز بالطرس تاع النطا وسقلي الحر. اما المضمه وديها الضاويه كدوك يفكروا والدبالج والخواتم مطوانك تاع البلوطه راه نازلين دلين تلهنا. والعيالات شكون اللي شطح؟ كلشي شطح حتى واحد ما خلى حقه. ثمن مرت العربي اللي قالت لك شطاي حرام انا جلسات ملي دخلت وهي دردك وهي دردك وهي دردك تمشات كل عروقات. اما انا رانا شطحت غير على قبلك باش ما نعيقوش ولكن رانا دردكت يا مشيت بالرجلين محيطمين وكنت كل عروقات ما لحقت تغفر لي ربي الذنوب. هو كيفاش كانت حالته؟ فرحان بيها ناشط مكبر بيها نطيح منها والعلا طيح منها. الله يلا تهبيله ما مغاوبش ما والو خليني انا مغاوبش. راه يضر يقول لا لا مينا الغزاله يا لا مينا وسعدي وفرحي وضوات عليا الدار يا لا مينا زين عليكم. عليك السلام. كما ما في اخباركم ياك لاباس اش كاين؟ يا وي يا وي وسعيد ولد الساخي تعرضوا لي الشفاره كانوا غادي يقتلوه. الشفاره؟ اييه اويلي وحدي هادشي عمره ما كان في دار الغزلان. هادي في عيلك امينا بغيتي تحيدي الدري من طريقك باش نتي خدمه نقيه مع راساتك. باش تدخل دخلة ديال الصح. هذا المساء عال أنيس. أنيس ما تبارك من التخربيق ديالك ديك لاباس ما عاد كتسول مخشي فهاد التقبات الضو ما كتشوفوش. كريمة بقى عاد ترتاح. أنا أي أنا كنرتاح. اللي بغى يرتاح سيدي كيرتاح مع مراته ومع ولاده ماشي ولدك ما بقاش كيشوف حتى الشمس. والله حتى غنخرج ولكن ماشي دابا. والله الا عيان وفيا السخان. ا
بغيك سخانة أنيس؟ وقيلة كريم أنا اللي كنحس فيها السخانة. حتى أنا والدة وكنعرف شنو هي السخانة. ما فيكش سخانة أنيس على خاطرك. منيا أنا غنخرج مع أختي وغندي معايا ولدي، ولا احتاجتيني عيط لي في التليفون نتسالي. أختي معاك الباب. وي بروفيسور، كاين شي جديد؟ اه واخا واخا عرفتي. انا دابا جاي عندك، انا دابا جاي عندك. سلامة. ما عجبك شي حاجه؟ ها لا عجباني. الله يودي لي الطاوية تصوير على مزيناتها. اما تي الطاوية راه حسن كاع من التصويرة. راه كنبغيك الضاوية. فرقعي لهم العينين، فرقعي لهم المرارة، فرقعي لهم القلب، فرقعي لهم المصارا، عرفتي اش ديري؟ فرقعي لهم التلفات كامل. وحق الله العظيم بنادم عاد تنزل ما عرف الواحد منين شاع كان من راس ولا رجلين ورجلين ولا راس. فهمت انا ما راك تقي فيا وحق الله وكندافع عليك انا للطاويه حيت انت عزيزه عليا والله. سيري جيبي قهوه. ها جيبي قهوه. اي بغيتيها كحله وعرفتي اش ديري؟ انا غنجيب لك قهوه بوحده والحليب بوحده وانت اختاري اللي بغيتي. لا انا غاده. هذه غلبتي مازال ما شافوا والو. يا الحبيبه ديالي عطيني داك الرجيلات باش نخرجو نمشيو نلعبو في البارك ياك. تخرج معنا تاتا مونيا حتى هي. مونيا يلا يلا دفع 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 دفع. برافو عليك. يلا جلس. واخا خليتيني ما فياش اللي يمشي. شنو اللي هضرت معاه في هاد الدار كيقول لي ما فيا اللي يخرج؟ انيس مالك يا كريمه؟ شنو بقات فيك سخانه وليتي خارج؟ لا مازال فيا سخانه. عيطوا لي في الخدمه ضروري خاصني نمشي. ولا معيط لهم زروب كيلبس هاد الشيء كامل وكيتزوز. ويلاه مزيز مالك شنو لابس؟ يلا انا مشيت. قول لي يا مونيا اختي دابا واش هذا هو انيس اللي كتعرفيه؟ واش تبدل ولا غير كيجيب لي الله؟ غير كيجيب لك الله. شنو هاد الهضره كتقولي؟ ما كتشوفيش كيمشي في بيته وما كيشوفش حتى الضو، ما كيخرج ما كيدخل، ما بقى عنده الوقت لا لولده ولا ليا انا لا لراسو. قبيله التليفون وصلنا حدايا وما بقاش يجاوب. شنو؟ كريمه يهديك الله هادشي غير تخربيق. طيب يلا نخرجوا ولا خليني نرجع لبيتي. مونيا ما تزيديش عليا الله يعطيك الصبر بلا ما تكملي عليا. صافي يلا نخرجوا نفوجوا برك من البساله ديالك. يلا نوضا ولدي يلا نمشوا. عشرة كيلو تسانيده. عشرة كيلو سنيدة. عشرة كيلو السكر. عشرة كيلو السكر. عشرة الباكيات ديال أتاي. عشرة الباكيات ديال أتاي. ما تخافي والو لالا الضاوية. سي إسماعيل حدو الدار أنا راه حاضي. ومينا اللي تخافي منها؟ زوجاته هنتنا من المشاكل. ياك دخل دماغك واحد الحاجة. انا راه ما كنخاف عن الله اللي خلقني. عارف عارف لا الضاويه انا غير قلت كيما تزوجك انت بتخبيه يقدر يتزوج شي وحده اخرى بتخبيه. قويدر وقض معايا هاد المره الهضره ما تخرجها من فمك تطورها في دماغك 10 المرات حيت المره الجايه غنقطع لك لسانك. وقض معايا السي. انا موقد. 5 كيلو د البنان. 5 كيلو د البنان.
سلام. وعليكم. مشتيش با؟ مشتوش. الله يخلي لك باك ويخليك ليه. الله يجيك من عين بنات. تمن هذا. واسي غفين شبالك. نعم. نعم. سير جيب الصخرة من عند الدكالي قبل ما يسد وزد على 5 كيلو التفاح. 5 كيلو ديال التفاح. يلا. هي الأولى. سمعني مزيان أولدي أنيس، خاصك الصبر، المشكلة راه غادي يتحل. ممكن تالينا أنا ولا راسي دارني وليت مخبي على مرتي وامي مبقيتش قادر. وداكشي علاش خاصك تخبرهم؟ خاصك تخبر يا امك يا مرتك. انا ما بغيتش نقولها لهم زعما قلت يقدر يكون الحل. غلط انيس، ناكد لك باللي انت غلط، حيت هذا النوع ديال القضايا ما كيتحلش دغيا. القضيه راه كاينه في المحكمه، وهذا موت ماشي لعب. مابقيتش عارف شنو غندير شنو ندير. انا غنجيك الصراحه. سمعني يا انيس مزيان، خاصك تقولها لامك ولا لمرتك ولا قولها لهم بجوج. بالنسبه لي انا غادي نحاول ندير ما في جهتي باش نعاونك. ان شاء الله كلشي غيكون بخير. ان شاء الله على مولانا. قولها لهم راهم غادي يعاونوك. يلا اي حاجه احتاجتيها عيط لي في التليفون، اتصل بيا فوق ما بغيتي. ان شاء الله يكون خير وما يكون غير خير. ان شاء الله يعاونك. شكرا بروفيسور. خالتي خاصك ماساج غيان كو بور تو رومونتي المورال. خاصنا الماساج اللي غيرومونتي ليا المورال، وهاد الصحه اللي انا فيها. عرفتي برا شاك سومين يفون ماساج باش كيحيدوا لو ستريس ديال لا سمان. اه ويلي على لو ستريس، ها لو ستريس غيحيدوا الماساج. ايوا واش الاخر اللي ما عنيش كي غندير فيه. عرفتي قطعتي في قلبي من وسني الماساج ديالك. كشتي يا بنيتي دويتو عليها هو يطير فيا خرج عيني حتى لهنا بغا ياكلني. لا هادشي بزاف سي ابيوزي. نسى كاع كل ما درت عليه كل ما قريت كل ما كبرت. وهي ما عرفاش بان الواحد ما خصوش يتدخل ما بين الام وولدها. تبهدلت تبهدلت يا حسن يا بنتي تبهدلت. كيسكو جامغي لوي ميتر اون كلاك غيان كو بوز تعرف هي راسها معامل. هو كيعيط ما غنجاوبوش. عافاك عطاتي جاوب. وي الله يطرق. الو وي عاد فكرتي عندك ماما تبارك الله عليك. عاد سمحي لي دابا. لا وليت تجيك للدار. لا 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 الدار ما نجيش ليها. الا بغيتي تشوفني غتجي للقهوه اللي كنجلسوا فيها دائما. يلا ما تعطلش سربي راسك. قولي لي حسنه من قبيله وانت كدوي ليا على الماساج والله الا لا شحيتيني فيه. عرفتي اش غندير؟ غنزلك انا في القهوه وغادي يجي انيس ومسي معاه الراس في الراس وانا غنمشي للسطار. لا فاتي تبارك الله عليك راكي عفريته. يلا صبحي تبا. مداوله حلقه جديده. سعيد كيف بقيتي شويه لاباس؟ داري شنو داروا لك لوجهك؟ شوف انا جبت لك شويه الصبه كول ما كليتيش من البارح. الله يخلف عليك اخوتي مينا. امينه انا مريضه. صافي صافي ماشي مشكل وكل عفاك. انا حاجه اللي بغيت نفهم هادو اللي داروا لك هالتكفز اش درتي اليوم؟ ما درت لهم والو. كيفاش ما درتي لهم والو؟ صاخي بين هادشي غادي يكون بسبب هذيك زينب شي واحد هذا حط عليها العين وبغيت هنا منك. زينب ما لها والو في هادشي. هذوك كانوا واقيلا كانوا يبغوا اغريسيوني. كل عفك وارتاح. صاخي خويا عاب شويه على الولد حلته حاله. غير شوية دقة دقة. دابا بيني وبينك قولي اش كاين؟ تكلم
هذوك اللي تعرضوا لي كيعرفوك. كيعرفوني؟ شكون قال لك؟ واحد فيهم قال لي نقول لك راه سلم عليك جمال. قال لي واحد الهضره قاع ما فهمتهاش. قول شنو قال لك؟ ويكد المرة غادي تاكل عليا كسكسو كيفاش واش هما كانوا باغيين كسكسو. قلت جمال؟ واش انت متأكد بأنه قالك جمال؟ كبير 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 فين مشى هذا؟ فين؟ فين كيخبر عليا هذا؟ فين؟ الكبير فينك؟ كبير لا ماشي صاحبي عم السخي اجرجو مع داك الكلب ديال جمال. جمال صافي راه تكلفنا به وربينا. ما قلت لكمش ربيوه، قلت لكم غبروه. سمعتي الحس ديالو ما يبقاش يبان. علاش شنو داك الكلب ديال الغلا كان غادي يقتل لي ولدي وزاد كملها بغا يدير لي صداع مع جدارمية. داكشي علاش ولاو دابا الفرون بوا دايمن دايرين البراج بس السلعه ديالي انا ما تدوش. ولكن انا ما غندوزهاش ليه، والله لا دوزت عليه. غير عندي شي وليدات اسي السخي، داكشي علاش بركه بنات الخاويه. ما تقول لي لا وليدات ولا بنيتات. سمعتي انا اللي بغى يخدم مع ندير الكبده يخليها في دارو. سمعتي ولا لا؟ انا با ما نهلش عليه. صافي سي ساخي كون هاني. ديما كتقول لي كون هاني. بارك علي بلاد الخاويه يا ما تقول لي كبرت. الله بعد الواحد يخرج غير فوق شويه كان غير طرطق لي القلب. دخلوا لعبوا شويه ومن بعد نطلعوا نتغداو ان شاء الله. مونيا الا ما بغيتيش اختي سيري جلسي في القهوه شوفي مع راسك البحر، حنا نلعبو ونخلطو عليك. لا لا خلينا نمشي نجلس معاه. والله ما عندي حتى مشكل، المهم عندي هو خرجتي ماشي مشكل. تقدري تجلسي في القهوه وانا نلعب معاه. لا لا خلينا نلعب معاه ياك. صافي واخا سيري انتي مع الباهي وانا غنخلط عليكم. فين غادا؟ نمشي نمشي غير لهنا ونمشي دغيا دغيا. شو نلعبو معاهم؟ ياه يا دابا انا عيط لها اختي شحال طلعت. لا قبل ما سعيت لها مشات ندير الماساج. كنبغي نديها اختي حسنة ولكن ما كنلقاش الوقت. حسنة باين لي خصك شي ماساج. ما اختيش من الماساج، انا خصني غير المورال وغنكون مزيان. علاش شنو خصك باش يطلع لك هذا المورال؟ انت تامرني. ما اختيش غنقول لك عندي مشكل مع الوالدة، ما فاهماش ليا مع المرا كاع. ياك عارفة انيس ماما كبرات، خصك تسيس معاها شوية وهضرت مع كريمة دير لها خطرة. هادشي اللي ما بغاش تفهم الوالدة راه بنت الناس وخصها تعرف واخا ندور العالم كامل ما غنلقاش بحالها. سو بوان لا سعداتها ايوا اختي راه ما كاينش اللي غيفرقني مع هذيك بنت الناس. مونيا يلاه يلاه باهي يلا زيدو يلا مشيو. ولا شايب انا منين غادي نمشيو دابا؟ صافي مونيا ما زيديش كملي عليا عييت، بغيت نمشي للدار. يلا خلي غير الدري الصغير يلعب شويه. طيب يلعب راه كيقيل يلعب ماشي اللي يلعب اليوم. يلا زيدي صافي عييت بغيت ندخل غرب شويه. السلام عمي الدكان. عليكم السلام ابنتي. عبر لي عافاك واحد الكيلو ديال الكسكسو. هو الاول بنتي بغيت نسولك شي كسيده وقعت جهه القنطره ياك؟ وي كانوا غيمشيو فاش الارواح.
والناس تما راه خصهم يهضروا، خصهم يقدموا شكايه للجماعه. وليني سي اسماعيل الرئيس هضروا الناس معاه ماشي مره ماشي جوج وما دار والو، وليني الانتخابات الجايه ان شاء الله حتى واحد ما غيصوت عليه. ولكن يا بنتي ما تنساش شنو طرا ليه، راه مات ليه ولده. والله يهديك ولده دايرو غير سبه. والساعات ولاها بنتي. وطلقني عمي الدكالي غيعطيني السخره خليني نمشي. واخ التهيني وزيتوني وطوري سجنينا وهذا البلد الأمين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد الدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم. دابا غير قول لي علاش جالس أنا قدامي من قبيله وأنت كتخبط في هذاك البورطابل وقابلني أنا ياك لاباس؟ بغيت نهضر. بغيتي تهضر شكون اللي حبسك ما تهضرش؟ سير هضر. حبستك أنا تهضر؟ لا بغيت ما فيش الصولد هكا البورطابل ديالك. لا 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 سي اسماعيل انا غادي نمشي نهضر على برا ونخليك انت تقرا القران. ايوا خليني نقرا القران على خاطري. مالك مصدعني ياك لاباس؟ سير عند الدكالي وقول ليه شارجي لك وقيدها عليا صافي. راه خاسر لي البورطابل سي اسماعيل. خاسر لك البورطابل عاوتاني، دائما هذا البورطابل خاسر لك. اقويدر اقويدر هاك ها 50 درهم وسير صاوبو. سي اسماعيل واش 50 درهم باش غنصوب البورطابل؟ اش باقي بغيتي ياك لاباس؟ هاك ها 50 درهم اخرى يلاه سير صاوب البورطابل. سير قهرتيني والله الا قهرتيني بالله ولدي. سير عاودي بالله مشي حتى الراجل. سير سير قلت لي فرعنا الباب. سير فرعتي لي راسي سير. يعاودي بالله مشي حتى الراجل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا ربي السلامة يا ربي سمعنا خير. أعوذ بالله مشيت الراجل يا ربي. السلام عليكم. بعدا لاش بغيتو؟ حنا بغيناه وصافو. انت مالك ياك؟ ايه راه كلشي كيفوت وكتبقى غير لافوت. راه خاصني نعرف ولا راه اقسم بالله باش كيعرفوا الرجال اللي عندهم موستاش. لا كلمتو يلاه نشوف هذا قصو عيط الراس. عيط لي يا سيدي عيط لي الرئيس كل خروج. عيط لي يا سيدي الا ما قالش المسؤوليه انا اللي غنكذب بها. قوت يلاه شحال ديال كاع السي احمد داك الشان دابا انا سيدي انا بغيت نعرف. السلام عليكم الجماعه. وعليكم السلام. ياك لاباس اش كاين؟ يا سي اسماعيل راه شي بزاف اللي كدير فيه أولا جماعة. يا سيدي يا 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 مرحبا ما كاين حتى شي مشكل. دخلوا شربوا معنا واحد الكاس ديالاتي ونهضروا. حنا ما جيناش نضيفوا السي اسماعيل، رحنا جايين عند رئيس الجماعة زعما. مرحبا سيدي ما كاين حتى شي مشكل، المهم دخلوا شربوا واحد الكاس ديالاتي ونهضروا في خاطرنا وديك الساعة ما يكون غير خاطركم. أدي الهضرة مشي في الدار، واش الخنطرة راهي بادية ثلاث سنين والرواح يضحوا يطيحوا فيها. مشي حرام عليك هادشي. قطرة؟ ما عندك قطرة؟ ما جايب خبر. ما عندك قطرة ياك لاباس؟ تبعنا لدار الجماعة اللي ما كتجيش إليها ونعملوا اجتماع ديك الساعة نعرفوا علاش أسيدي. صافي غير سيروا للجماعة وأنا غادي نلحق عليكم إن شاء الله وغادي تحلوا كاع المشاكل. وأنا أشوف أسيدي صافي. أقرب وقت. أقرب وقت صافي. حنا ماشيين أسيدي غنشوف. حنا ماشيين أسيدي. جنيني شان قول لي واش كتبغيني طبيب وحيران محتاج ليك تواسيني سهران الليل هو الليل طويل نبرا نرتاح لو كان غير تفهميني جنيني شان قول لي واش كتبغيني طبيب وحيران محتاج ليك تواسيني سهران الليل هو الليل طويل نبرا نرتاح لو كان غير تفهميني أنا راضي بقدري وحالي حال حبك مجنون ما يشري مال عيني عليك من بكرية بتدور ما هموني ناس والهضرة من دار لدار كل شي خليت وبظهري رضيت لله عليك قول لي واش كتبغيني جنيني شان قول لي واش كتبغيني طبيب وحيران محتاج ليك تواسيني سهران الليل هو الليل طويل نبرا نرتاح لو كان غير تفهميني
قلبك تساح ما بغى يحن مرة مرة تمنى يحن عليا خطرة خطرة سهران الليل والليل طويل نبرا نرتاح لو كان غير تفهميني